طبيعة الحياة اليومية أصبحت مختلفة، فالضغوط المعيشية، الاجتماعية وغيرها تسبب زيادة في الشعور بالقلق والتوتر، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الجسدية والنفسية. وللقلق علاقة في زيادة حجم البول، لذلك ينشط ما يسمى باستجابة التوتر، وهذه بدورها تؤدي إلى زيادة في إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين في مجرى الدم، حيث تتوزع إلى مناطق الجسم المختلفة لتحقيق تغييرات وظيفية نفسية وعاطفية محددة تعزز قدرة الجسم على التعامل مع التهديد الذي سبب القلق أو الخوف أو التوتر. هذا هو السبب في أن كثيراً من الناس يشعرون بالحاجة للذهاب إلى الحمام عندما يكونون قلقين أو متوترين، وهذا شيء مشهور جداً. قد تساعد بعض التغيرات مثل التمارين الرياضية أو التغذية الأفضل على إبقاء الأعراض خفيفة، خاصة إذا كان لديك مرض مزمن مثل السكري. وفي هذه الحالات يعد الحصول على خطة علاجية من طبيبك أمراً مهماً للحفاظ على صحتك بشكل عام ومنع حدوث مضاعفات أخرى. لذا تحدث مع طبيبك حول أفضل طريقة لإدارة الأعراض والتعامل مع أي ظروف لديك. لنحكي أكثر عن الدراسة صار معنا بالاستوديو دكتور خالد نذير الطباجي، أخصائي جراحة كلى ومسالك بولية وأمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، مشرف بمستشفى المواساة الجامعي، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للجراحة البولية. أهلا وسهلا فيك دكتور خالد. أهلا وسهلا فيكم وبحضرتكم، وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة، شكرا لقناة سماسمة دائما تجمعنا. أهلا وسهلا دكتور. حابين اليوم نحكي أكثر عن السلس البولي. الدراسة اللي حكيناها قبل شوي حكينا إنه بصير في نسبة أعلى إصابة بالسلس البولي عند السيدات اللي عندهم زيادة بالوزن. نعم. نحكي أكثر عن السلس البولي، شو هو وش رأيك بالدراسة؟ تمام. هلا بداية شو هو السلس البولي؟ السلس البولي هو الهروب اللا إرادي للبول لعدة أسباب. تمام. ممكن تكون أسباب من الشخص نفسه، ممكن أسباب مرضية، وممكن تكون أسباب حتى ما لها علاقة لا بالإنسان، يعني وزنه، طريقة عادات حياته، ولا إلى مرض مباشر، تكون نتيجة أجسام غريبة داخل الجهاز البولي مثل الحصيات أو تشوهات خلقية بالجهاز البولي. نعم، الدراسة اللي حكيته أكيد السلس البولي بيزيد عند الناس اللي عندهم فرط أو بدانة من الدرجة الثانية أو البدانة المفرطة، يعني خلينا نقول نحن الناس اللي بي ام اي أو كتلة جسم عندهم فوق 38، هدول بيكونوا عرضة أكثر ليصير عندهم سلس بولي، وبتكون أكثر عند النساء نتيجة التشريح الخاص بالحوض عند النساء السيدات عن الرجال. طيب بالنسبة للأطفال سلس البولي عندهم بيفرق عند الكبار؟ يعني عندهم مشاكل أو أسباب إذا بدنا نقول بتخلي يصير عندهم سلس بولي مختلف عند البالغين، مظبوط؟ نعم. تفضل. نعم، هلأ بالأطفال، وهذا الشيء اللي بحب أنا أنوه فيه لكل الأهالي، إذا طفلك بيعمل تحته بالليل تمام، مو معناته هذا فقط بوال ليلي، وللأسف كثير من الأهل والناس والزملاء حتى بيعالجوه على أساس أنه بوال ليلي، إما بصير يدور على أنه يخفف له نومه بأدوية عصبية، وهذا شيء خاطئ جدا قبل التقييم طبعا، أو بصير يبحث عن أشياء مثل التهابية أو غيرها. لا، شلون بدهم يعرفوا الأهالي يعني؟ هلا بالضبط، يعني أول شيء هون اللي من وعي الأهل، من قوله للأهالي إذا أنت بتلاحظ مزبوط ابنك عنده بوال ليلي، بعد إذنك صير تابعه بالنهار كيف عادات الخروج عنده؟ هل هو في عنده تكرار بالخروج؟ هل هو كل ما شرب عصير او مي صار بده يروح دغري مباشره؟ هل وقت بيطلع معك مشوار بالسياره وهيك بسالون او بقول له ضفتوا عند بيت اهلكم سيران بصير يطلب كثير حمام او بنقط على الداخلي؟ هي بتدلنا انه هو عنده نوع من السلس البولي، هو اشيع بكثير من النوع البوال الليلي، بنسميه سلس البولي الالحاحي. فهون بس التقييم بسيط جدا، انك لما تروح عند طبيب الجراحه البوليه تكون مثانته ممتلئه للطفل منشان نقيس حجمه عند الامتلاء. تمام. حجمها بيعطينا لكل عمر في حجم معين،
إن كان حجمها أقل بكثير من الحجم الطبيعي بنقول له نعم هذا ممكن سلس بولي إلحاحي، حرام البيبي أو الطفل ما له ذنب إنه عنده بوال ليلي لأنه مثانته نقاقة بتضل بدها تفرغ وتفضي أول بوال. يعني يصير الحل إنه تفوت المام البيبي على الحمام أكثر من مرة بالليل. هاي واحد طبعًا. لكن هذا مو حل مسكين الأم أنت مسكينة طول النهار عم تشتغل بدها تفيق ساعة. نحن بنبلش نعالج الأسباب اللي تحتها ممكن يكون بدون أسباب غير معروفة الأسباب مجهولة ولا أدوية بترخي من حجم هاي المثانة وبتزيد حجمه بصير استيعابه أحسن بصير حتى بالنهار وبالليل فوق عدد مرات تبوله أحسن وما بصير عنده بوال ليلي وبتعالج بشكل صحيح. إن كان في أسباب مثل أجسام غريبة تشوهات خلقية بالجهاز البولي أو كان عنده لا سمح الله بعض الأمراض العصبية تمام مثل ما نسميه نحن الحبل المشدود أو تذر كورت سندروم الحبل المشقوق كمان أو السبايلا بيفيدا أوكلتا بتكون مخفية تماماً عن الأهل ممكن تكون أحد أسبابه فمنعالج السبب. وقت بصيروا هنا بزيدوا الموضوع بالناحية النفسية يعني بصيروا بيضايقوا وبيخوفوا بصير الموضوع كمان عنده يعني خلفية نفسية عند الطفل تعقد المشكلة هون بقى بصير عن الموضوع أصعب. للأسف التدخل بالأدوية النفسية للأسف نحن عم نشوف الأدوية النفسية زملائنا الصيادلة عم يصرفوها خلاص إنه البول تحته ياخذ مثلاً حب مشهور جداً بين الناس. انه هذا الدواء بخفف نومه بخلي نومه خفيف مو صح انك تضل تفيق الطفل طبعا الطفل بينمو دماغه خلال نوم عميق متواصل طبعا وليس مثلا اذا كل ساعه بدي فيقه انا عطلت النمو تبعه والذكاء اللي راح يصير عنده مستقبلا تمام يعني الموضوع دوائيا بينحل وببساطه بس الاهل لازم يكونوا واعيين شو عم يعني بدايه بنعود بنعلمه كيف العادات الصحيحه تخفيف طبعاً. الملح راح نحكي هاي الاشياء ان شاء الله اكثر لما نحكي كيف طرق الوقايه والعلاج عن كل انواع السلس البولي طيب نحكي على الاعراض عند البالغين شلون بده يعرف الشخص الكبير انه عنده مشكله سلس هلا نحن بدنا نحكي انه اول شيء السلس البولي قلنا في له عده انواع هن الانواع المعروفه علميا 7 انواع تمام اشهرها النوع الالحاحي اللي هو الواحد كل ما شرب كاسه مي لازم يروح الحمام وهذا شيء مو طبيعي يجينا الناس بيقول لك والله دكتور انا بقعد طول نهاري بالشغل 7-8 ساعات ما بروح الحمام بس ارجع على البيت اشرب كاس شاي بدي اروح الحمام وراها مره او مرتين او الصبح بشرب فنجان قهوه لازم فوت 3-4 مرات اخي هذا مو طبيعي مو لانك ما بتطلع بالنهار هذا انت توارثت هذا الشيء فصرت ما تفوت ما تشرب مشان ما تفوت او يعمل لك احراج اجتماعي بس هذا خطا مفروض انك تشرب سوائل بشكل جيد هي عاده مغلوطه عاده خاطئه ولازم تروح ما تروح اكثر من مره كل 4-5 ساعات بالنهار حتى لو كنا بالشتاء الناس بتقول لك الشتاء زاد لي مشكله لا الشتاء ما له علاقه بس انه جزء من السوائل بدل ما يروح تخسره عن طريق التعرق صار يروح كله باتجاه الجهاز البولي وصار يعمل لك المشكله واضحه اكثر. دكتور خالد هذا الحكي لنساء ورجال. نساء ورجال طبعا للبالغين أوكي. والاطفال. تمام. فاذا اول واحد واشياء واحد هو سلس بولي الإلحاحي اللي هو بعد ما اشرب شيء لازم فوت على الحمام دغري او اذا زحمت لازم دغري يروح على الحمام واذا ما لحقت اصل او في حدا بقلب التواليت ممكن يهرب نقاطه من البول او ما سيطر عليها. تمام. وهي المشكله بتبلش عند الصغار انه واحد بيتاخر بالبوال الليلي ممكن هيك. اثنين ممكن يكون خلال المدرسة بتحسي انه هو نقاق او بده يروح اكثر مرة بالحصة. ثلاثة بالكبار احيانا بتمشي الامور كلها تمام على عمر 40-45 سنة بالرجال بس يبلش عندهم شوية اعراض بروستات بتزيد المشكلة وبتتفاقم بسلس بولي او بالنساء بعد ولادات اكثر من 3 ولادات طبيعية كمان ممكن تصير عندها. هي كلها غطاء للسلس البولي الإلحاحي فهو اشيع شيء. الشيء الثاني شيء السلس البولي الجهدي هذا عند النساء بشكل خصوصي. بيلاحق الناس اللي عندهم سمنه مفرطه، بيلاحق الناس اللي عندهم سعال مزمن، او عطس اذا عطست او سعلت او حملت شيء ثقيل تمام، الناس اللي بتضحك كثير كثير بتبول حالها بتضحكوا تمام والناس اللي عندهم امساك او مشاكل بالامعاء، فهذا بتبين فيه مع واحده من هدول المشاكل، شيء بنسميه السلس البولي الجهدي، ببساطه شو يعني جهدي؟ يعني كل ما يصير زياده بضغط داخل البطن بيهرب البول لا اراديا، اكثر بالسيدات خاصه بعد الولادات واكثر بيزيد بسرعه بعد سن الاياس او سن الطمث او انقطاع الدوره. تمام. فهذا النوع الثاني، النوع الثالث بنسميه مختلط بين الجهتين وهذا مهم جدا تفرقه فيه لانه هذا وهذا بيفرق علاجه أصعب. والثالث تمام تشخيصه وعلاجه اصعب تمام. لكن متى ما تشخص صح علاجه كثير هين وسهل، ممكن يكون بعاده بسيطه نعلمك اياها او دواء نعطيك اياه او تداخل بالمنظار مثل حقن البوتوكس. في عندنا السلس الرابع شيوعا شيء بنسميه اللي هو البوال الليلي وحكيناه هذا بيجي عند الاطفال، بدنا نعرف انه هذا نسبته تقريبا بضل الطفل ليصير عنده الدماغ مسيطر على البول بشكل جيد على عمر 5 سنين، فنحن قبل 5 سنين ما بنعالجه
الا اذا الاهل، ونحن بنقول لهم انه والله نحن حنعالجه تحت الخمس سنين، ولو انه المفروض تستنوا، بس دام انهم ضايقكم او عفوا بهالزمان عم بيقول لك صار مكلفه انه ضل اشتري له حفوضات. فنحن صرنا نتدخل باطفال تحت عمر الخمس سنين، بس الافضل العلاج بعد الخمس سنين. بعد الخمس يعني سنين يعني عدى الخمس، قبل الخمس سنين يكون هذا الشيء موجود عند الطفل. نعم، ما كثير خاف ممكن ما يسيطر على حاله، بشرط انه قص لحجم مثانته طبيعي. تمام. يعني بعد استشاره طبيه نطمن. اوكي، بعد الخمس سنين في اطفال بتضل عندهم تقريبا 15% بضل عندهم سلس بولي لعمر 15 سنه. بعد ال 15 سنه 100% اي بوال ليلي لازم ينفحص ويتقيم بشكل دقيق بين اخصائي بولي واخصائي عصبيه. ما في شيء بنقول انه هذا صار في 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 نوع نادر بضل 1%. منهم يعني العالم المشهور البرت اينشتاين ضل لاعمار متقدمه عند بوال ليلي. فهذا النوع الرابع. النوع الخامس شيء بنسميه بالافاضه، وهذا بيرافق الناس بعد ما يصير عندهم مثلا عمليات على الحوض، او بيصير عندهم ضخامة بروستات مفرطة، او عنده مثلا هبوط رحم، هبوط مثاني شديد، بصير عنده شيء اسمه بالافاضة كمان تشخيصه هذا فقط عند الطبيب. في سلس بولي اللي هو نفسي، في ناس بتكون نفسيا عندهم امراض نفسية، او حتى مو امراض نفسية، خلينا نقول طيف من اطياف التوحد، بيكون عنده اوتيزم، بيكون عنده هاي الاشياء، ممكن هو يبول اصلا، بس هذا اذا ما عالجته نفسيا ما بيتعالج البول تبعه والسلس تبعه. تمام. والاخير هو الحقيقي، وهذا بيجي اكثر شيء بنشوفه بالبنات الصغار. ممكن تجي بتقول لك الام، وهي الكلمه ركزوا عليها، بتقول لك بنتي بتندي، بنتي بتنشي، يعني لو فوتت على الحمام بطلع بلاقي فيه على داخلي بول. تمام، ديروا بالكم من هي النقطه اخواني المستمعين. هي ممكن تكون عندها شيء تشوه بسيط علاجه جدا. تشوه خلقي، بيكون الحاله مزروع، بدل ما يجي على المثانه بينزرع داخل المهبل، فبصير دائما عندها بول. وممكن يصير بالكبار بعد عمليات تداخليه، مثلا عمليات تداخليه على البروستات، عفوا ان كان الطبيب يعني مو متمرس جيدا او البروستات كانت صعبه جدا، ممكن يصير رض للمعصره اللي هي العضله اللي بتحبس البول خلال التخزين، فبصير عنده سلس بولي دائم، بنسميه سلس بولي حقيقي. ونفس الشيء بالنساء بعد الولادات المعصره، او اذا استخدموا اداه شفط او سحب او كذا، ممكن نفوت بشيء اسمه رض للمعصرات، فبصير عندهم سلس بولي دائم. دكتور، حكيت حضرتك عن شغله عند الاطفال، طب اذا اهملنا هذا الشيء عند البنات الصغار او عند الصبيان الصغار، شو ممكن يكون مضاعفاته بعدين؟ ممكن ياثر بعدين يسبب لهم التهابات او مشاكل كبيره؟ ثلاث شغلات مهمين جدا. واحد، بدنا ما ننسى انه الطفل هو انسان عاقل فاهم بالغ، هذا الموضوع عم بفوته باحراج. تماما. احراج من ناحيه، في ناس كثير بتقول لك والله ابني ريحته مثلا طالعه بالصف، رفقاته، هو بينه وبين حاله، لو شيء مو ظاهر رح تلاقي هو محرج وخجول، فهي بفوتنا بشيء بنسميه نحن كمان اما اكتئاب او احباط او او او. فهو شيء مهم جدا، مشان هيك لازم ندير بالنا على اولادنا ونتابع هذا الموضوع. اثنين، نعم ممكن يخليه هو عرضه اكثر للانتانات البوليه، وبدنا نعرف انه نحن الكليتين لازم نحافظ عليهم لعمر الست سنين. لانه بيضلوا ينمو. تمام. الواحد بطن امه، الكليتين بيضلوا نمو مستمر، اي التهاب بولي شديد مع حراره بيخسرك جزء من الكليه تحت الست سنين. تمام. فنحن هون مهم جدا نحافظ عليهم تحت عمر الست سنين. الشيء الثالث، المشكله للاهل نفسهم، ممكن تكون تعمل له مشكله دائما بلبل اواعي الداخليات، دائما ممكن يحتاجوا حفوضات، وهي الشغلات مكلفه ماليا واحيانا مجهده للام وللاب. طيب دكتور، ممكن يكون السلس البولي زي نقول انذار لوجود امراض بوليه خفيه غير مشخصه خطيره اخطر من الشيء اللي نحن ظاهر عنه انه بس مشكله سلس بولي، هالشيء ممكن يصير؟ وهذا اللي حكيناه بالاول، انه هون الفكر انه نحن ما بنقول هذا مريض فقط سلس بولي، يعني عالجه كسلس او اعطيه دواء عصبي يخفف نومه، او بالكبر تعطيه دواء مرخي للمثاني، لا ابدا. لازم اول شيء نستقصي كل الاجراءات، هل هي في حصيات، هل في التهابات، هل في تشوهات جهاز بولي، هل في عنده مثلا بالكبار ضخامه بروستات، هل بالنساء في تهبيط هبوط رحم. ما نقول انت والله بس سلس بولي تكرمي هي حبه اخي المثانه تحسنتي، لا ابدا. لازم تعرف السبب اولا، ثم في ناس بنسميه اسباب مجهول السبب هم بنعالجه. ممكن نلجا بحالات المجهول السبب شيء بنسميه تخطيط مثاني، خاصه بالالحاحي الغير مستجيب للعلاج، شيء اسمه تخطيط مثاني، هو اجراء بسيط وسهل موجود بالمستشفيات الحكوميه وحتى موجود بالقطاع. طيب نحكي على العلاج دكتور من كل الانواع، اذا فينا هيك ناخذ فكره شوي صغيره. طبعاً. عن طريقه من العلاج كل سلس زهره. تمام. الانواع اللي عندنا نحن مثل ما حكينا، اهم شيء واشيع شيء عند الناس هو الالحاحي، فهذا بعد ما نشخصه وننفي الاسباب، الحصيات والالتهابات، ضخامه البروستات، تهبيط الرحم، هي بالكبار وبالصغار انه تكون موروثه عنده مثانته صغيره، بنبلش بعلاجه واحد، بنعلم المريض يبتعد عن الملح. الملح شو بيعمل؟ بيتخزن بقلب الجسم، بالليل بيطلع عنا هرمون من الغده الصنوبريه، او عفوا من الغده النخاميه اسمه ADH، هذا الهرمون بيطلع كل الملح من الجسم وبيطرحه باتجاه الكليه، فالكليه كمان الملح عالي بتاخذ مي، بصير عنده فرط ادرار. فهم مهم جدا نحن نخفف املاح، هي واحد. اثنين، مثل المخللات، الشيبس،
المقدوس الزيتون اللي اكثر شيء عندنا على حاضر بالحواضر الشاميه. كل شيء عندنا ملح زياده نحن. تمام. تمام. هي واحد، اثنين بنقول له ممكن انه نخفف له سوائل المساء. ثلاثه بس لكن بشرط نعطي سوائل بشكل عالي بالنهار، مهم جدا ما نخفف سوائل عن الطفل لانه مهم جدا لنموه. اربعه بنقول للمرضى البالغين انه بعد اذنك لما تفوت على التواليت تاكد انك فرغت تماما، رايح مشوار بعيد، انت على الدواء او العلاج، حاول تخفف سوائل خلال وجودك، المدرات مثل الشغلات بتحتوي كافيين، الكولا، القهوه، الشاي، هاي الاشياء كلها لازم يخففها. هي اذا اول شيء علاج سلوكي، اثنين علاج دوائي، بنبلش له بحبوب، في عندنا حبوب بترخي المثاني انواع كثيره وطيف واسع، لازم الدكتور يعرف يختار منها، مهم جدا ندير بالنا انه هي احدى الاشياء بينسوا الناس الدكاتره يقولوها انه الحب هذا ممكن يعمل واحد عند الكبار كثير مشاكل بالذاكره، بالصغار ممكن يعمل له سوء بالتحصيل الدراسي، فنحن من إلا رأبي إذا صار هذا الشيء بنوقف الدواء ونغير على دواء ثاني. اثنين ممكن يعمل إمساك وهذا الشيء منهم، وبنقول للأم لو سمحتي فوتي مع ابنك على التواليت مو لحاله يفوت يتشطف، تأكدي إنه ما في إمساك. فهي الشغلة الثانية. لقينا استجاب خلاص، ما استجاب في الخطوة الثالثة اللي هو شيء بنسميه البوتوكس. حقن البوتوكس، حقن البوتوكس مثل هو شيء آمن جدا، بنحقن من عمره يوم لعمره 100 سنة. مثل ما بنحقن بالوش بالعضلات لأسباب كثيرة تجميلية وغير تجميلية حتى مرضية، نحن بنحقنه داخل المثانة بشكل خريطة داخل المثانة، بيرخي جزء من المثانة، البوتوكس ميزته آمن فعال، ما له أي مضاعفات جانبية لا على الطفل ولا على البالغ، بزيد حجم المثانة 167% من حجمها الأولي خلال 9 أيام. بس طبعاً كلفة بدنا نرجع نعيد الحقن. كلفة البوتوكس للأسف نعم، البوتوكس هي كمان إنه الناس تحب الحزازير الطبية، هو أغلى عنصر موجود على وجه الأرض. يعني يمكن الواحد كيلوغرام منه بيتقدر فوق المليار، فهو غالي جداً. فكلفته. الشيء الثاني لا، ممكن نحن نلجأ لشيء بنسميه اللي هو توسيع المثانة، وهي عمليات في منها طيف واسع من العمليات، عمليات سهلة وجيدة لها بعض المضاعفات ولها بعض المخاطر، لازم المريض دائما يتقيم كمريض وإنسان وقدرته. تمام. هي بالنسبة للسلس البولي الإلحاحي. الشيء الأشياء الجهدي، الجهدي طبعا له تمارين بيسموها مثل تمارين كيغل، هي من ضمن السلوكيات اللي لازم نعلمها للمريض، أبدا ما بس نعطي دواء نقول له الله معك، لازم كل الأطباء والزملاء بالقطاع الطبي يعلموا المريض كيف يعدل سلوكياته. تماما. نعطي اثنين ممكن نتدخل عليه بأدوية، ثلاثة ممكن نعلمهم كيف يفرغوا مثانتهم بشكل كامل لأنه هذا أهم شيء لهم لحتى تتحسن أمورهم. أربعة توصيات بتخفيف السمنة الموجودة، بمعالجة السعال إذا موجود، معالجة الإمساك والشغلات اللي عم تزيد الضغوط داخل البطن. فهي أشياء مهمة. نحكي عن البوال الليلي سريعا. البوال الليلي متى ما شخصنا انه هو حصرا بوال ليلي، لازم نتاكد انه ما في عند الطفل شيء اسمه فرط ادرار، يعني كليتينه ما بتدر زياده بول. فمتى ما تاكدنا انه ما في فرط ادرار عنده بجمع بول 24 ساعه مع كامل الاملاح والشوارد الموجوده فيه، في له كمان علاجات سلوكيه، اما ايقاظ الطفل او اعطائه بعض هون الادويه هي اللي بتخفف من النوم شوي، فهو يصير يحس على حاله ويقوم يبول. وطبعا مع العمر بتتحسن هي الشغله. تمام. فهي بالنسبه للبوال الليلي. دكتور خالد، في طريقه لنعمل وقايه يعني عند الاهالي اللي عم يحضروا، في شيء نعمله نخفف هالموضوع انه يصير عند اولادنا او هيك، ولا الموضوع صعب؟ بسيط جدا. اول شيء لا تتجوزوا من القرايبين. تمام. ابتعدوا. لا تتجوزوا ابدا، نصيحه منيحه. لا لا ابدا، ما فينا ما فينا نعيش بدون جنس ثاني ابدا. لا، نحن موجودين بالارض لنكتر ونكبر ونضل ننقل ان شاء الله الرساله للاجيال القادمه. فنحن بنقول اول شيء لا تتجوزوا قرايبين لانه القرابه بتزيد المشاكل حتى على هي سبيل المشكله هي. تمام. اثنين اذا انت كان عندك خلفيه لا تستحي اذا رحت تخطب انهم بالله يكون في خلفيه انه هي واخواتها ما عندهم قصه بوال ليلي او متاخره. دكتور خالد صعب يعني شيء يبلش بحاله هو بطريقه كوميديه. ثلاثه نحن الطفل متى ما نظفنا نراقب سلوكياته بالتواليت، مجرد لقينا انه ما عنده امساك سلوكياته بالتواليت فيها تكرار، أو الحضانة نبهتنا إنه ابنكم كتير بفوت على الحمام أو ما بيلحق حاله، فنحن ممكن هون نعرضه لأخصائي جراحة. هالشيء بصير عند الذكور أكثر من الإناث، يعني الأولاد الصبيان تشوهات خلقية عند هي أشياء كبوال ليلي أو كسر أشياء عند الذكور من الإناث، لكن تكتشف الإناث أولاً لأنه لأسباب إنه أحياناً دائماً تتضاعف بإنتانات أسرع من الذكور. طيب شكرا كثير دكتور خالد نذير الطبجي، يعني استمتعنا كثير اليوم، شكرا لوقتك ولمعلوماتك، واهلا وسهلا فيك بدوس. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا دكتور.